بالهندي للسيارات كيا البحرين يطلقون أحدث الإصدارات لأكثر السيارات مبيعاً. تفاصيل في هذا التقرير. طبعاً اليوم إحنا نحتفل بثلاث موديلات وعلى رأسهم الموديل الرئيسي اللي هو السبورتج. مثل ما أنتم تعرفون السبورتج الحين وصل إلى الجيل الخامس أو الخامس ونص، لأن لحد الآن ما وصل الجيل السادس، فالخامس ونص اللي هو لأنه أعرض وأطول. فالجيل الأول إلى الخامس كانت السيارة هي نفسها بس تتغير فيها الديزاين الشكل. هذه السبورتج الحين حتى بعد الانجن كبروا حطوا فيها 2000 سي سي وفي نفس يعني فيها قوة وفي نفس الوقت اقتصادية. المواصفات اللي في السيارة طبعا كل المواصفات اللي يحتاجها مثل النافيجيشن، من مواصفات الأمان، الكاميرات، كلها موجودة في السيارة. فحياكم الله في المعرض وتعالوا شوفوها وجربوها، وأنا متأكد إن شاء الله بتعجبكم. أما بالنسبة حق سيارة السيلتوس والسونت، هذول طبعا احنا نستوردهم صار لنا يعني فترة، بس هالمرة احنا انتقلنا إلى المصنع من الصين، فكل هذه ثلاث موديلات تشوفها من الصين بشكل أحسن ومواصفات أعلى من السابق، فيها تكنولوجيا أكثر، حتى الانترتينمنت سيستم اللي في السيارة مطور. فبعد أشجع الناس تيجي تشوفها وتشوف وتقول شوف الفرق عن السابق. كيا طبعا هي دائما موجودة، بس الحمد لله احنا اليوم عم نحتفل بثلاث سيارات، السونيت والسيلتوس والسبورتاج ال. هي السونت أصغر سيارة دفع رباعي موجودة عندنا، السيلتوس شوي أكبر، طبعا السبورتج معروفة هي أقدم سيارة إحنا أطلقناها في أجدد حلة لها. السبورتج موجودة من عام 93 على خمس جنريشنز، هي أجدد واحدة هذه، فالحمد لله. وطبعا هذا غير الأشياء اللي يمكن شفتوها بالمعرض هون، عندنا السيارات الكهربائية الجديدة، في عندنا سيارات كهربائية تانية بتنزل، في عندنا بيك أب إن شاء الله بنزل آخر السنة. فالحمد لله كيا، الحلو في كيا إنه السيارات تبعتها أو الموجود عم بيزيد ما عم بيكش، فالحمد لله إحنا جدا مبسوطين اليوم.